لا تعزب عن بصره ولا تخرج من ملكه وتأكل من رزقه كيف تعصاه الله. إذا كان هذا حنانه بأهل عصيانه فكيف بأهل طاعته؟ لا تصاحب إلا من هو بعيبك عليم، وليس إلا مولاك الكريم. أنت عايز تعصى ربنا؟ روح حتى ما يشوفكش فيها. وإذا أردت أن تعصى الله فلا تسكن في ملكه، فلا تأكل من خيره. قال له لا أنا. طب إزاي؟ أي مكان يشوفني فيه، أي مكان هو ملكه، أي ما حاجة أخذها خيره. قال له يا رجل لا تعزب عن بصره ولا تخرج من ملكه وتأكل من رزقه كيف تعصاه. الأدب يقتضي أن تعلم يا ولدي أنك ضيف الملك في هذه الدار، فتتأدب لأنه على حرمته وحرمه يغار. بينك وبين الله مودة أزلية، بينك وبين الله مودة قديمة مش من النهاردة. اسمع معايا كده قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. هذه ما فعلوا آدم اللي هو أنت. عملت إيه حضرتك؟ ما تقول يا ابني عصى بس، يا ريت عصى كانت تبقى سهلة، ده غوى. وعصى آدم ربه فغوى. طب ما يعمل ايه مع ربنا يعني؟ يقول اطلع بره. ثم اجتباه. الله اذا كان هذا حنانه بأهل عصيانه فكيف بأهل طاعته؟ عصى اجتباه. طب لسه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أنا عايزك تطلع النهاردة تقول للناس اللي بتموت نفسها دي اقروا الكلام ده ووزنوه بقلوب. أدي ما منك إلينا وهذا ما منا إليك. ما أجلى حنانك على خلقك لا سيما أهل عصيانك. إذا ربنا اجتبى وهدى أهل طاعته ده أمر طبيعي، إنما تتجلى وتنجلي الكرامة مع أهل الانحراف عن الاستقامة. يتكرم الكريم دائما على من خالفه، إنما إذا تكرم على من أطاعه فدمه طبيعي. عصى وغوى، اجتباه وتبع عليه وهذا، يعني ديك في المعصية اتنين، احنا في التجلي ثلاثة. وعصى آدم ربه، يوم ربنا يلاطف القول يقول ثم اجتباه ربه. عصى ربه، اجتباه ربه. شفتوا اللي بيسموه ايه ده؟ نغم، نغم حب. لا تصاحب إلا من هو بعيبك عليم، وليس إلا مولاك الكريم. محدش يا ابني يصلح نحبه ونصاحبه ونتعلق به إلا ربنا. مين واخدنا على عيبنا يا أولاد؟ إلا مولاك الكريم. من عارف انك انت غلطان ومنيل وعامل ومسوي ومكسر الدنيا؟ ربنا. وقابلك على كده اي شوف الحنان كمان يقول لك ايه: ان الله يبسط يده بالليل. عشان ايه؟ عشان اللي تصدقوا؟ لا، عشان اللي ختموا القران؟ ابدا. امال عشان ايه؟ ليتوب مسيء النهار. نهرابي يا عم، ده الناس عاملين مشاكل معانا، قال واحنا مستنينه ميو، قال ويبسط. طب ما جاش بالنهار، قال يمكن يجي بالليل. ويبسط يده بالليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء ليه؟ ويا رب تفضل الحكايه دي لحد امتى؟ قال حتى تطلع الشمس من مغربها. يا ابني ربنا لما يكون بالحنان ده معاك بيعاملك بهذا الذوق،